عندما يجتمع الفقر مع اليتم يصبح الألم أكبر والجرح أعمق. ولعل ما يزيد الأسى في النيجر هو وضع هذه الأسر التي تنام في بيوت قديمة بنيت بوسائل بدائية بسيطة. فمن الطبيعي مثلا أن تدخل الحشرات والأفاعي إلى مساكن الفقراء أو أن تنهار البيوت الصغيرة في أي لحظة. كونوا عونا لإخوانكم ببناء منازل لأسر الأيتام والأسر الفقيرة بتكلفة 25,000 درهم للمنزل الواحد.